بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حنكسو دحجنا كتاب كي بداية المتفقه، كتاب الطهارة أيا كمريني، باب كي أفراد مرينا. باب كان وحو أباب حي، باب السواك وقطرة. باب كان وحو أباب حي عذيقة إيو وحيالها فترة كمدة. وفيه شيخ وحوي رباب كان قده سوحا هذي ضابطاني لا بق ضب أيا هذين. الضابط الأول حاويا أوقات تأكد استحباب السواك ستة، واختيادة أهد كلو أتكيو عضيقة استحباب لمدي سوحاويان لح واختويان. متك أوكود حاويان عند الوضوء قرت أدويسي سنسيد ويان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثك سوغن حديثك أورينا يا أحمد إيماركي بيهقي ألبانين في الأرواء كسحيحين عيو وحوليه النبي صلى الله عليه وسلم حديثك وحا نبي كورنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. إن حديثا كوات كان لهن أمتي ذا وحان أمر لها دوشو ذا حديثا كوات كان لهن وحان أمر لها عذيق إني عذيستان أخت والبأي ويسي سنايان. وقت قلبت حويا عند الصلاة قرت صلاة لتكناي. وكذلك سجن حديث بخاري مسلم سوسارين ونبي صلى الله عليه وسلم أبي هرير وكورنا وحيري النبي صلى الله عليه وسلم حيري لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة صلاة والبأكتي ذو حنفر لها تسن أمدي ذكو أتكار لهين أما مشاقي إدواء تكون نخون لهين إن أي عذيستان. إن قضب كسيد حاد حاويا عند انتباهي من النوم قف كمركو ردد كسو توسو معلوم ينتاس قف والبنه ماجورتي بناءات كان ويسو بيان مركو قف كسو كعو إن أو عذيستو. حذيفة محليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل هبينك هدو سوكع يشوش فاه بالسواك أفكي سو مرمرين جري عذيقا. وكذلك محليه إذا قام للتهجد هبينك هدو صلاة الليل كوسوكع تهجدك يشوش فاه بالسواك عربك أفكي سو مرمرين جري عذيقا. إن مدى أفراد حاويا عند تلاوة القرآن قفك مركو قرآن كآخرين عيني وحاوان أكسن سنة كمذة إن أو أفك عذيستو. بل حديث آدي آدو دي رجلنا وحاجر النبي صلى الله عليه وسلم وليه هاي إن قفك أدونك هدو هبينك استاغو ويعني صلاة اسكو تاغو قام ملك خلفه قداشي ملك أياسو استاغو فيستمع لقراءته قراءة سود جيستا فيدنو منه ملك وسود وانا كلما ننكا قراءة أسي وضو يعني أما كلمة لم يدهو يري حتى يضع فاه على فيه إلا أفك وأفك أساره ملك يا أفك وحو أساره يقفك قرآنك أخرنا فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك يعني أري أما حرف القرآن أفكيس كما سبح إلا وحي توس أقود عيسى ملك لا تيسى أقود عيسى مركز النبي صلى الله عليه وسلم فطهروا وارتدوا أفكه يعني طاهرية وصفي عن أسكو وناجية أففكينا للقرآن قرآنك وناجي يعني وعديسته طهروا أفواهكم للقرآن
أخرجه أي حديث كاسوساري. قذف كلو شناد حاويا عند دخول المنزل قف كمركو قري جلاين وحاويا إن وعد استعيا ونكسن. مركي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لوي دي حلوي دي يعني النبي قصدو أحيان جيري قري يستمر كوسوكر يعني بأي شيء إن كان بدأ محوكو بالله بجري وكاو حاتيري النبي قو حوكو بالله بجري هدو قري كوسوكر عذيق أيوكو بالله بجري مركا عذيق أنا عندك دخول المنزل وحاويا شيء من السنة كم ذهويا قضوا كل حاجة حاويا عند تغير ريحة الفم أفك مركو أرتيسي إزبدلاني قفك إنو عادستو أيها وناكسن لحظة جير والحيالة يعني أقوها بون إن لصوبيو. الضابط الثاني قضب كلواد حجر شيخ خسال الفطر خمس وحيالها فطرة بن آدم كمد إه وحاويا شن كمد إه بن آدم كفطرة سوى شن مركا فطرة ضن شن تان كما كوبني ويكبدين هي لكن شن تانا كمد إه مدكود حوى الختان قدنينك بن آدنك بدنك ويز قدن لكن سي قدتانك يعني كي إسلامي قال لها الله يايو الختان قدنينك مركا ويل إي قبرني لوضوض بإن لقدو سنة ويان لكن سي مذاهب توحي أكلا بحين مالك إيو أبي حنيف إليهن رجاء أي واجب كتهي قبلها ومستحبة يعني وصلنا هدي لدونا ولا بودي كره هدي كلا ولا سكناها في كره هل كشافعي أبي يعني ابن حنبل أحمد ابن حنبل أولي هاي وواجب رك يا دمر قول كراجحا وسدا لكن سي مد لقاها الله رقتي سواب لقرت لكن دمر كوحاويا إن من ديد الأرسيو حبنت ترنكا هل كيرو كوري إن من ديد لغو أرسيو سيقى بدي يعني إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفر الله صوبيو سوت وقتي النبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي حديث هاجرو النبي صلى الله عليه وسلم إن قبلها لقوذو تلمامي حديث كي أم عطية النبي وحوت المامي قبلها قبلها قوذي جرتو وحوكويري إذا خفضتي قرت قدسي فأشمي من ديد أرسي مركا قدسي قرت قدسي كبدا من ديد أرسي أما سكين توحا كجريسي من ديد أرسي يعني التابسي ولا تنهكي أوها كحارم أوها قون قبي سبا فإنه أسرى للوجه وجه سيدا أيا أفي عن أي النبي صلى الله عليه وسلم ويري وأحظى للزوج يعني وذات كذا السيزاس أيا أوفي عن إذا مركة قدنينك إن قبدي سيزا لو تفسي وشيء لو بحي ويلكنه هل كهر إيشيك لغقو يأسقنه وحاويا من السنة كم التحي وواجب إليه لكن شاف عيد وحليه بعلم هذا كبدا هذه سيدا أن فرعون جاء أن قان الله صوبه ديا كذا لنسو وكبدا ديا كاملة إلا بحيوية قف في سيدا كسوبه على العموم مركا الختان جودنينك وحكم ديه من الفطرة أي كم ديه قد كلوا ذو حاويان الاستحداد من استحدادك حلها من ديا أمسكينته اتماها هو سل وجرة أي ليلة هذا أنس رضي الله عنه حليه قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو نوحدي في قص الشوارب شاربها إن أن قابنه إي وتقليم الأظفار إن أنقرنه يعني عجيهن إن أنقرنه أي نبي صلى الله عليه وسلم نوتمم إي والحلق عانتي يعني حلق العانة انتماه سنة عن حيره أيضا وحكمة انتماه سولسك حيره من فترة أي كمية تهي نطف الإبط
نطفل إبقتي إن كلكلها تمه وذن اللجفه والله رفه أيها كمد إيه وحكى لو كمد قدوك كلو حويان قص الشوارب شاربها إلا قابيو قدوك أدن بينه حوي رشيقة شنات تقليم الأظفار إجيهن إلا قرو حديث نبي صلى الله عليه وسلم وشنتبه تلماما أياجرو شيخ وسوقاته أبي هريرة أي حديث كورينا أي حديث كان ومتفق بخاري إيه مسلم أي صوصار نبي صلى الله عليه وسلم حرير خمس شن من الفطرة وحي كمديهين فطرة أي كمديهين الاستحداد انت ما هو سلجر أو الاسكحير وحي كمدته يعني فطرة أي كمدته إيه والختان قدنينك فطرة أي كمدته رك إيه دمرني إلا قدا يوحى يعني كنت سنة حديث واضح نبي صلى الله عليه وسلم حويري إذا التقى الختانان هدي أكل مع لوذا قدنين فقد وجب الغسل واجب حان قنايو يعني وحا واجبي قبيسكي بركة قبدين إني قد لقذو حل كاس أيا لقا قادنا يا حديثك إيو الختان قدنين كي أيا كمده إيو قص الشوارب شاربها أو لقا بيو إيو ونطف بأيره الإبطي ونطف الإبطي إن لجرنه إن كل كلها تماه كسو بحان أو لرف رفو نطف القصاص الله استعماله إيو تخليم الأظفار إن لجروا عجيهن الإسكاقورو هذا والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.